بالنسبه للتحديات اللي كتواجهكم في المستقبل يعني ديال المعالجه ديال هاد من رؤيه يعني ديال على مستوى الجهه، يعني واش عندكم شي رؤيه على فيما يخص التحديات يعني الخصوصيات ديال هذه المنطقه على مستوى الاختيارات واللي يعني كيعيشها والشباب اللي شي نعم المنطقه. حكيمة بن صبيح، مدينة تطوان، عضو في الهيئة الاستشارية للشباب جهة طنجة تطوان حسيمة. فعلا كاين هناك تحديات كبيرة كتعاني منها الشباب الساكنة في مدينة تطوان. حنا كأعضاء في الهيئة الاستشارية نحاولوا نقدموا ونبرزوا ونناضلوا على المشاكل والمعاناة اللي كيعاني منها هاد الفئة الشبابية ديال مدينة تطوان، منها خاصة مشكل ديال التعليم، مشكل ديال التمدرس، خصوصا الفئه ديال الطلبه الجامعيين، المشاكل اللي كيعاني منها خاصه من وسائل التنقل. كاين هناك تحديات اخرى كتعلق بمشكل ديال المواكبه ديال الشباب اللي حاملين الشواهد العلميه والشواهد ديال ماستر والاجازه ديال التكوين، ديال التكوين والتشغيل. المواكبه ما كتكونش دائمه، يعني كيجبر الشباب يعني كيواجهوا واحد الباب مسدود، كيحاول يقلب على مناصب ديال الشغل ولكن ما كيلقاش. حنا كاعضاء الهيئه نحاولوا ان شاء الله نجتهدوا ونحاولوا نوصلوا. اذا في الاولويات ديالكم هو التعليم والتشغيل، بالاساس اذا الجانب الاجتماعي، ولكن هناك رهانات اخرى ثقافيه، رهانات اقتصاديه يعني ديال الجهه وداك الشيء. نعم، يعني كتعاني مندمجه ديال معالجه جميع المشاكل اللي كيعاني منها الشباب. طبعا توفير استثمارات في مدينه تطوان، كانت هناك مصانع واستثمارات مهمه لحد الان، يعني بدات كتندثر، وخاصه فيما وما يخص الجانب الثقافي والفني. كانت هناك دور السينما ومكاتب ديال التثقيف مدينه تطوان.